مساء الخير على كل متابعي اليوم السابع. احنا معاكم الان من حدائق القناطر الخيريه، او كما يعرف عنها بستانلي الشرق. طبعا يعني تتميز بانها تضم العديد والعديد من الاشجار النادره، واللي يمتد عمرها ما يزيد عن 200 سنه. طبعا دي احد الاشجار اللي عمرها يمتد او يزيد عن 200 سنه، شجره التين البنغالي. طبعا دي احد الاشجار اللي جلبها وقام بزراعتها هنا محمد علي في القرن قبل الماضي، وتم زراعتها هنا في حدائق القناطر الخيرية ضمن عدد كبير قوي من الاشجار النادرة اللي بتتميز بيها الحديقة طوال السنة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، على الرغم من فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، إلا إن الأشجار هنا تتميز بالروعة والجمال على مدار السنة. وبدأ الزوار زي ما موجود قدام حضراتكم في زيارة الحدائق. طبعا حدائق القناطر الخيرية المعروفة ب يعني المحببة لقلب ملوك ورؤساء مصر، طبعا هي صاحبة الشهرة الكبيرة هنا في على مستوى القليوبية ومستوى محافظات الدلتا بوجه عموم. طبعا تقع على فرعي دمياط ورشيد، وكما انها تضم العديد من الانواع النادرة من الاشجار. طبعا كانت الحدائق تعرضت للاهمال الكبير جدا خلال الفترة اللي فاتت، لكن بدأت وزارة الري بمد يد العون ليها والنجدة، وبدأت في اعادة احياء حدائق القناطر تصبح بالمنظر الخلاب اللي موجود قدام حضراتكم ده، والخضرة الجميلة جدا اللي بتتميز بها الحدائق طوال السنة وليس في فصل واحد فقط. طبعا ده بجهد ومجهود رجال وزارة الري. طبعا بدأت الوزارة خلال الفترة اللي فاتت بتطوير حدائق القناطر اللي عددها 11 حديقة على مساحة 68 فدان هنا في القليوبية. طبعا أكبرها حديقة عفلة اللي احنا موجودين فيها مع حضراتكم دي على مساحة 13 فدان، واللي بتتميز بوجود عدد كبير جدا من الأشجار النادرة. ودي أحد الأشجار اللي موجودة قدام حضراتكم، دي شجر التين البنغالي اللي بيتعدى عمرها 200 سنة، واللي قام بزراعتها محمد علي باشا. طبعا الحدائق دي بيتم تطويرها وإعادة إحيائها من جديد بأيدي رجال الري هنا في ري القناطر الخيرية. طبعا بيتم عمل برجولات والتنجيل وتركيب البلاط والأرضيات والاستراحات للزوار هنا في الحدائق. تم الانتهاء من تطوير عدد كبير جدا من الحدائق، منها عفلة والنيل والبحيرة وحديقة الياسمين جاري، تم اعمال الرفع المساحي ليها، وبيتم اعمال التطوير تباعا هنا في حدائق الري بالقناطر الخيرية. طبعا تتميز وجود انواع من الاشجار الفريده والمعمره. التين ده يعني دي اشجار التين البنغالي، وفي اشجار السرسوع، وفي بامبكس والفيكس وفيكتوريا والنخل الملوكي وغيرها كتير جدا من الاشجار. طبعا تم عمل مجموعه من الشلالات هنا الصناعيه في حدائق القناطر الخيريه، و إنشاء أكبر مسطح من النجيلة الخضراء للحفاظ على روعة وجمال ورونق الحدائق وإعادتها لمكانتها من جديد. طبعا تم تطوير برضو حديقة المركز الثقافي لعلوم المياه دي على مساحة 8 فدادين، واللي بتتميز بأنها نماذج بتضم نماذج لتجارب الري، الساقية والشادوف وغيرها كتير جدا من نماذج الري اللي تم العمل بيها خلال الفترات اللي فاتت. تم ايضا الانتهاء من تطوير حديقة النيل اللي هي مساحة 6 افدنة على فرع رشيد
أمام القناطر. تتكون برضو من ممشى طوله 500 متر، وتم تزويدها بمطاعم ومشايات وبرجولات خشبية على النيل. طبعا احنا هناخد حضراتكم في جولة على ممشى النيل هنا في حدائق القناطر الخيرية. طبعا صاحب الرونق والجمال العالي جدا هنا في الحدائق. دي اشجار التين البنغالي اللي احنا قدام حضراتكم هنا في الحدائق. دي اشجار معمرة جدا، يعني تعدى عمرها من 200 سنة. طبعا بدأ الأهالي والأسر في التوافد خلال الفترة المسائية هنا للاستمتاع طبعا بالمنظر الجميل والخلاب هنا في حدائق القناطر. طبعا دي احنا في طريقنا كده من داخل حدائق القناطر لكورنيش وممشى النيل هنا في الحدائق. طبعا زي ما حضراتكم شايفين منظر ومشهد رائع جدا. بعد عملية التطوير اللي تم طبعا بأيدي رجال الري، طبعا شايفين التوافد اللي جاي من المواطنين والأسر اللي بدأت الاستمتاع مساء اليوم. للأطفال أمام حضراتكم، ده مشهد النيل الجميل جدا. مع حضراتكم دلوقتي كده امام قناطر محمد علي. طبعا شايفين حضراتكم مدى جمال وروعة كل المجهود ده. يعني تحية كبيرة جدا لرجال الري في القليوبية وبالتحديد ري قناطر الخيرية. كل المجهود ده تم بأيديهم دون تكلفة الوزارة. أي تكاليف أو أعباء مالية. كنا معاكم طبعا من حدائق القناطر الخيرية، وده يعني كنا معاكم من مشهد جميل جدا ورائع بننقل لحضراتكم من كورنيش وحدائق القناطر الخيرية. وكان معكم ريم سالم من مكتب اليوم السابع بالقليوبية. شكرا للمتابعة.